مشاهدينا الكرام، تشرف هذه الندوة التثقيفية 33 التي تحمل عنوان لولاهم ما كنا هنا بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في يوم 9 مارس، والذي يخلد ذكرى غالية على قلوبنا جميعا. هؤلاء الشهداء الذين رحلوا ولكن تبقى سيرتهم، تسطرون بأحرف من نور في سجل الوطن ما قاموا به من تضحية وفداء من أجل الدفاع عنا والذود عن مقدرات هذا الوطن. هذه الذكرى التي تأتي أيضا تخليدا ليوم استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة عام 1969، إبان حرب الاستنزاف بين أبنائه ورجاله من أبطال القوات المسلحة، إذ دارت معركة على مدار ساعة ونصف الساعة. استشهد إثر هذه المعركة الفريق عبد المنعم رياض، والذي كانت هناك اشتباكات ومناوشات قبلها بيوم في يوم 8 مارس عام 1969 بين القوات المسلحة المصرية و الكيان الصهيوني والقوات الإسرائيلية آنذاك. وكما نتابع مع حضراتكم الآن وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مركز المنارة الدولي للمؤتمرات للمشاركة في الندوة التثقيفية 33، والتي تحمل عنوان لولاهم ما كنا هنا في ذكرى الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم. هذه الذكرى التي توافق 9 مارس من كل عام تخليدا لاستشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة عام 1969 أثناء حرب الاستنزاف، والتي دارت رحاها أو تم الإعداد لهذه الحرب قبل أن تدور معركة النصر من عام 1967 و1970 لاستنزاف طاقات العدو. الاحتفال بيوم الشهيد هو تقليد أصيل للوفاء لأرواح شهداء مصر لما قدموه من بطولات وتضحيات دفاعا عن الوطن ومقدساته.